يا مساء الفرحة، يا مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء الورد، يا مساء الأبطال على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي وكل جماهير الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة مهمة جدا واستثنائية من برنامج الترند، حلقة الفرحة وحلقة الانبساط وحلقة عودة الثقة في رجالتنا، رجالة النادي الأهلي اللي فرحونا امبارح من خلال بطولة السوبر. بطولة جاية في توقيت مهم قوي قوي عشان تخرس الألسنة، بطولة تبين قد ايه النادي الاهلي نادي البطل، النادي اللي يقدر في ظل اصعب الظروف ان هو ينتفض ويرجع افضل من الاول. الاهلي فرحنا امبارح باداء ونتيجة مميزة جدا على فريق محترم زي فريق نادي الزمالك، بتحقق بطولة مهمة من خلالها بتبتدي وبتبروز بدايتك المميزة جدا وانطلاقتك الرائعة في الموسم الجديد على مختلف الاصعدة سواء محليا او حتى افريقيا. هو ده النادي الاهلي، هي دي الفرحة، هو ده جمهور النادي الأهلي اللي دايما بيبقى السند الأساسي ورا الفرقة في أصعب الأوقات وفي أفضل الأوقات، كمان بيكون هو العنصر الأساسي في إنك تحقق مختلف الألقاب ومختلف الإنجازات اللي أنت بتحققها. إيه الرجالة دي؟ إيه اليوم الحلو ده؟ إيه الفرحة الجميلة دي؟ هو ده النادي الأهلي، هم دول الأبطال. إحنا عندنا فرقة تقيلة يا جماعة، عندنا عناصر مميزة جدا من اللعيبة، كانوا بس مجهدين، كانوا تعبانين، خدوا راحة، وهنا بداية عودة الأهلي كانت من قرار راحة العناصر الأساسية اللي كانت عندك اللي كانت مجهدة جدا بسبب تلاحم المواسم. في الحقيقة الواحد مبسوط جدا، الواحد سعيد جدا، الواحد فخور قوي قوي، دايما حتى وإحنا في أصعب أوقاتنا بنبقى فخورين بالنادي الأهلي، فخورين فخورين بلون التيشيرت الأحمر بتاعنا، اللون اللي إحنا بنحبه وبنعتز بيه جدا جدا جدا، بنعتز باللون الأحمر. مش قادر اقول لك قد ايه لما بنلعبش باللون الاحمر التيشيرت الاساسي واللون الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي بنحس ان في حاجه غلط، رغم ان انت في بعض المباريات تبقى مجبر على كده لانك بتبقى الفريق الضيف وفريق صاحب الملعب بيلبس لون احمر فبتضطر تغير اللبس. هي دي الحاجه او الحاله الوحيده اللي بيغير فيها النادي الاهلي زيه الاساسي اللي بيعتز بيه كل واحد من جماهير النادي الاهلي. امبارح ماتش ولا احلى ولا اروع ولا اجمل من كده، مبسوطين وفرحانين جدا بفرقتنا، ولسه دي بدايه. خلي بالك احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه بنقول يا هادي في موسم جديد ان شاء الله هيكون مليء بألقاب وبطولات مميزه، ان شاء الله باذن الله هيفرح جمهور الاهلي اكتر واكتر، لان فعلا جمهور الاهلي يستحق، فعلا الرجاله دي تستحق كل الاشاده وكل التحيه وكل التقدير بعد الاداء المميز جدا جدا امبارح امام نادي الزمالك وفرض شخصيتك للمباراة الخامسة على التوالي مع الراجل الجديد كولر المدرب المميز اللي أنا بقيمه. خلاص يا جماعة هو كولر مش محتاج إن احنا لسه نستنى عليه عشان نقيمه، مدرب رائع واختيار صائب ورهان ناجح من إدارة النادي الأهلي والمسؤولين عن الكرة في النادي الأهلي اللي عوضوا يعني الاختيار اللي كان قبليه اللي كانش فيه توفيق خالص، عوضوه باختيار مناسب ومميز جدا وهو كولر المدرب السويسري اللي شخصيته بتتناسب مع النادي الأهلي. يا مساء الفرحة ويا مساء السعادة، ولسه عندنا كلام كتير قوي قوي يخص فرقتنا ويخص فرحتنا وكلام كتير قوي قوي هنتكلم فيه بخصوص المرحلة المقبلة، لأن هو ده النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي بيكسب بطولة وبيتمرن النهاردة بعد ما يوصل مطار القاهرة، النادي الأهلي اللي بيستعد
للماتش اللي جاي. النادي الاهلي اللي بالنسبه له الماتش الاهم هو الماتش اللي جاي، الاهلي عنده الداخليه يوم الاربعاء، احنا بنستعد للماتش الداخليه ان شاء الله باذن الله، نكمل البدايه والانطلاقه الرائعه دي من خلال فوز مميز على الداخليه باذن الله. كامل الاحترام لفريق الداخليه، فريق صعب وفريق محترم، لكن مهم قوي ان انت تنهي المرحله دي، المرحله من خلال باذن الله يكون 6 انتصارات قبل فتره التوقف خلال الفتره اللي جايه، فتبقى خلاص حققت كل اهدافك في المرحله الاولى، تبتدي تفكر في المراحل المقبله اللي من خلالها ان شاء الله باذن الله يكون في استمراريه على هذا المنوال وهذا المستوى وهذا الاداء، ويكون افضل كمان من كده مع بعض من التناغم والانسجام ما بين الجهاز الفني واللاعبين وانفسهم، وان شاء الله باذن الله نفرح بشكل اكبر خلال الفتره اللي جايه. خليني بقى ابتدي الحلقه، لان الفرحه بصراحه نسيتني ان انا ابتدي الحلقه واقول اهم وابرز العناوين، واقول لكم كمان ان احنا مستنيين كالعاده تفاعلكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، وفي رايكم ايه اداء الاهلي، تعليقكم عليه ورايكم فيه امبارح، ومين هو نجم مباراه الاهلي والزمالك في السوبر بالامس. هناخد تفاعلكم في الجزء الاخير من الحلقه كما هو المعتاد، وهقرا تفاعل وتعليق تعليق عشان نشترك مع حضراتكم او نشرك حضراتكم معانا في الفرحه المميزه دي بالنسبه لفرقتنا. لكن خلينا نبتدي سريعا بالعناوين، يلا بينا. في ترند الاهلي، عوده الابطال بعد التتويج بالسوبر، وكمان الفريق من مطار القاهرة إلى ملعب التتش مباشرة، وأخيرا سافيو جاهز وعبد المنعم يجري جراحة بالأنف. أنا لسه ما احتفلتش، خلي بالك احنا لسه كده بنبتدي الحلقة، احنا في أول كام دقيقة اهو، احنا في أول 7 دقايق في الحلقة لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. فخليني بس ايه أقول لك الفورمات بتاعت الحلقة اللي احنا متعودين عليها دايما، نبتديها ونتكلم فيها وبعد كده السيجمنت اللي جاي هنعيش مع بعض براحتنا خالص يعني. لكن خليني بس اقول لكم اهم المباريات في مختلف الدوريات النهارده، ونبتدي بالدوري المصري الممتاز. ومباراه كانت مهمه جدا ما بين اسوان على ملعبه وغزل المحله. غزل المحله في الدقيقه 90 بالظبط، في الدقيقه 90 احمد الشيخ اللاعب المتالق ونجم غزل المحله بيحرز هدف قاتل للمره الثانيه على التوالي في ملعب اسوان بعد ما خسر من الاتحاد في الدقيقه 86. اسوان بيخسر ايضا مباراه النهارده عشان تبقى الهزيمه الثالثه على التوالي بعد ما خسر كمان من الاهلي في الجوله الثانيه. فغزل المحله انطلاقه ما فيش احسن من كده، والف مليون مبروك لكل يعني حبايبنا في المحله بعد الفوز المميز والانطلاقه المميزه، و7 نقاط من 3 مباريات حاجه ممتازه مع بابا فاسيليو المدرب اليوناني لغزل المحله، فانتصار 1-0. الساعه 5 مباراه المصري وانبي، مباراه هتكون من المباريات القويه والمميزه جدا. ده بخصوص الدوري المصري. تعال نروح سريعا للدوري الانجليزي اللي النهارده في بدايه الجوله ال 14، وليستر سيتي خسر من مانشستر سيتي بهدف وضربه ثابته او ضربه حره مباشره من كيفن دي بروين، حطها بطريقه ممتازه في مرمى وورد اللي هو حارس ليستر سيتي. مانشستر سيتي قدر ان هو يفوز على ليستر سيتي بنتيجه 1-0 بهدف لكيفن دي بروين. بورموث متقدم 2-0 على توتنهام، دي مفاجأة من المفاجآت، لأن بصراحة توتنهام مع كونتي المفروض ماشيين بشكل كويس، يعني الفترة آخر كام ماتش الأمور مش أفضل حاجة، لكن مفاجأة لبورموث يتقدموا بنتيجة 2-0. الشوط الثاني أو الأشواط الثانية في كل المباريات دي ابتدت، اللي هي أصلاً ابتدت الساعة 4 هذه المباراة، بخلاف طبعاً ليستر سيتي ومانشستر سيتي الماتش ابتدى الساعة 1:30 الظهر. برينتفورد متعادل سلبياً مع ويلفرهامبتون، برايتون متفوق على تشيلسي 3-0. دلوقتي بقى 3-1، يا ريت تقولوا لي مين جاب هدف تشيلسي. 3-1. طيب كمان من ضمن المباريات كريستال بالاس مع ساوثهامبتون، كريستال بالاس متقدم 1-0. نيوكاسل يونايتد مع استون فيلا 2-0 لنيوكاسل يونايتد، او 1-0 الهدف الثاني اتلغى، ماشي يبقى 1-0 لنيوكاسل يونايتد على حساب استون فيلا. ونسبه تشيلسي طبعا مدرب تشيلسي الحالي هو اللي كان مدرب برايتون السابق اللي تشيلسي تعاقدوا معاه بعد رحيل المدرب الالماني توماس توخيل اللي رحل عن تشيلسي، فلاعبي برايتون بيعاقبوا يعني مدربهم السابق، فتفوق كبير جدا لبرايتون اللي عاملين موسم مميز بالمناسبه. الساعه 6:30 فولهام مع ايفرتون، والساعه 9:15 ليفربول ونجمنا محمد صلاح قدام ليدز يونايتد في الانفيلد. دي اهم وابرز المباريات. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل بقى هنرجع نتكلم في حاجات كتير جدا، استنوني. الموقوف سافيو احرز الهدف الاول للنادي الاهلي امبارح في مباراه الزمالك، هدف كان مهم جدا بمهاره خاصه جدا جدا جدا، ومهاره برازيليه كانت واضحه من خلال امكانيات
برونو سافيو من ساعه ما جه النادي الاهلي، هو اللي فتح المباراه امبارح بالتعاون مع لاعب نادي الزمالك زكريا الوردي اللي يعني اخطا في تمريره يعني كانش موفق فيها، لكن قدر ان هو يستغلها احسن استغلال برونو سافيو من خلال الطريقه اللي قدر ان هو يعني هيئ لنفسه الكوره ويركنها بشكل كويس جدا، بليسنج في البعيده على شمال محمد عواد ويبتدي اهداف النادي الاهلي في مباراه الامس. برونو سافيو، بمناسبه برونو سافيو، اللاعب اللي الناس كلها والاعلام المصري او بعض من الاعلاميين المصريين كانوا دايما بيحلموا وبيتمنوا وبينادوا وبيحاولوا وبيعملوا كل اللي عليهم ويتواصلوا مع الناس في بوليفيا ومع الناس في بوليفار، يا جماعه الراجل هيتوقف امتى، ما توقفوه بقى، طب القرار ايه ومش القرار ايه، ونجيب مش عارف مداخله لفين ومداخله مع مين ومداخله مع علان وفلان وبتاع عشان يتوقف برونو سافيو. فين برونو سافيو؟ برونو سافيو في الملعب في استاد هزاع بن زايد بيحرز هدف امبارح مهم جدا وبيبتدي اهدافه مع النادي الاهلي وبيفتتحها من خلال مباراة صعبة وقوية مع فريق كبير زي فريق نادي الزمالك في بطولة السوبر المصري، هدف هيديله دفعة قوية ويديله ثقة مهمة جدا خلال المرحلة اللي جاية. برونو سافيو اللي الناس حاولت بشكل أو بآخر إن هي تتنمر عليه وتقول بعض المصطلحات الغريبة اللي مش في قاموسنا إحنا كمصريين ولا في ثقافتنا إحنا كمصريين إطلاقا، كنوع بس من أنواع إيه؟ إن أنت تحاول برضو تشكك في اللاعب وبرونو سافيو في إن دي صفقة الأهلي جابها، فإزاي الأهلي يجيب صفقة ممكن تبقى حلوة؟ لا، نحاول يا جماعة نستهدف اللاعب ونشتغل عليه نفسيا ونشتغل عليه ونفقد الثقة ما بين جماهير النادي الأهلي واللاعب زي ما حصل مع بعض المدربين وبعض اللاعبين قبل كده، لكن المحاولات دي مش هتنجح، انسى المحاولات دي مش هتنجح. برونو سافيو بدايته جيدة، لسه عنده كتير يقدمه للنادي الأهلي، لسه عنده كتير يقدمه للنادي الأهلي، زي ما واحد كده طلع امبارح قال لك ايه برضه، هو بيحب ياخد الترند من غير بقى ما اقول اسمه، قال لك ده مش لعيب من البرازيل، ده لعيب من البراجيل. يا راجل يا راجل، انت كنت تتفرج على ماتش تاني ولا انت كنت بتعمل ايه؟ هل برونو سافيو امبارح كان وحش؟ هل برونو سافيو مش هو اللي جاب الجون ولا ده كان الشبح بتاعه؟ هل برونو سافيو اتصرف صح في الجون ولا كان لمس الكره حطها هو من جوه السكس يارد مثلا؟ لا طبعا، دايما التصريحات اللي زي دي والكلام اللي زي ده اللي هو يحاول برضه يقلل، هو بيحاول يعمل كل الهدف اللي هو عايزه ومركز عليه، مركز على الهدف بتاعه. حتى لو الراجل عمل ايه في الكوره هو وحش، ماليش دعوه، انا دماغي كده، انا عايز احقق اهدافي، عايز اقنع الناس بوجهه نظري باي طريقه من الطرق، فسيبكم من الناس دي مالكوش دعوه بيهم، دول عندهم اجنده واضحه مالكوش دعوه بيهم، خليكم مع فرقتكم، فرقه الابطال، الفرقه المميزه، ابطال مصر، النادي الاهلي هو بطل مصر، السوبر هي البطوله المهمه جدا جدا اللي بتبقى ما بين بطل الدوري وبطل الكاس. الزمالك حفظنا القصه دي بالمناسبه، حفظنا الموضوع ده ان الزمالك بطل الدوري والكاس السنه اللي فاتت تمام، لكن لعب السوبر مع النادي الاهلي ففاز بالسوبر، البطوله المهمه جدا في بدايه موسم بتديك دفعه مهمه قوي على الصعيد النفسي والمعنوي فيما تبقى من الموسم اللي لسه اصلا بيبتدي، فبالتالي الاجندات اللي شغالين عليها دي ما تركزوش معاها، انتوا عندكم ابطال والدنيا الحمد لله ماشيه بشكل كويس جدا والفرقه محترمه للغايه وعناصر مميزه جدا. فده بمناسبه هدف برونو سافيو المميز امبارح في مباراه الزمالك، وعجبني جدا تصريحات برونو سافيو اللي بيتكلم على انه بقاله 3 شهور ما بيشوفش يعني اسرته وابنه وبتاع، فمدى الاحترافيه اللي هو فيها، مركز مع الفرقه، مركز ان هو يقدم مستويات كويسه تبقى بدايته كويسه مع النادي الاهلي ونجح في الجزئيه اللي زي دي، فدي برضو تدل على انه لاعب محترف وعارف قيمه النادي الاهلي بشكل كويس جدا وفرحته بالفوز بالبطوله واول بطوله ليه مع النادي الاهلي، فدي حاجه ايجابيه جدا بخصوص برونو سافيو. لكن خليني اتكلم عن كولر، لان كولر من اهم صفقات الاهلي، وهنتكلم عن الصفقات برضو لان دي جزئيه غايه في الاهميه، هتكلم عن حاجات كتير قوي، فخلوا بالكم طويل قوي معايا الحلقه دي، يعني ركزوا معايا لحظه بلحظه. كولر الراجل شخصيه قويه جدا جدا، ولما الواحد كان بيتكلم مع الناس في النادي والواحد يعني قريب شويه من الفرقه فبنتكلم وبنسال ناخد انطباعاته الدنيا ماشيه ازاي، الاشاده كانت جايه من بدري من ساعه ما الراجل جه، لان لوحظ تركيزه في التفاصيل الصغيره قبل الكبير، الراجل بالنسبه له التفاصيل الصغيره دي مهمه جدا، فما بالك بقى التفاصيل الكبيره، فادى بوادر ايجابيه حتى قبل اي مباراه، ادى مؤشرات ايجابيه للغايه، لكن دايما الجمهور بيبقى عايز يشوف ايه الملعب، ايه اللي هيحصل في الملعب من المدرب، احنا شفنا ايه في الملعب من المدرب، شفنا شخصيه النادي الاهلي اللي احنا كنا مفتقدينها في فترات قليله جدا الموسم اللي فات، شفنا
قوه شخصيه لعيبه الاهلي في الملعب، شفنا تكتيك، شفنا اسلوب معين، شفنا فكر، شفنا ثقافه تتناسب مع ثقافه الاهلي في الجانب الهجومي تحديدا. ان انت حتى تغييرات الراجل تغييرات كلها هجوميه، مش بيجيب جون ويرجع يامن ويقفل، لا، زي ما حصل امبارح انا كسبان 1-0 لكن نزلت قفشه، نزلت كريم فؤاد كوينج رايت مكان، نزلت محمد شريف مكان ناس في مراكزهم، اللي هو انا لسه في الماتش، أو ممكن يجي فيا جون في اي وقت فما احسش ان انا عملت تغييرات خلاص غلط فافضل متراجع ورا، لا، انا عامل حساب ان انا بلاعب فريق كبير زي الزمالك يقدر يجيب جون في اي وقت، لا، انا امن نفسي بشكل كويس وفي نفس الوقت اخلي لنفسي الفرصه ان انا اقدر في اي وقت ارجع في الماتش لو كان لا قدر الله ما قدرتش جبت هدف. هي دي الثقافه اللي احنا عايزينها والشخصيه اللي احنا كنا مستنيينها. انا بقول لك اقول المره الثانيه خلاص احنا مش محتاجين نقيم كولر، خلي بالك معنى كلامي ان هو الراجل هيكسب كل الماتشات، لا، مفيش كده في الكوره، مفيش كده في الكوره، لكن لازم تفضل في ظهره وتسنده وتدعمه وتقف ضد اي حملات تشكيك في الراجل دي، في الراجل ده، وارد تحصل بعد كده لو الاهلي تعرض لتعثر ما مثلا، وده وارد في كره القدم، لكن الراجل مدرب كبير، لا، مدرب كبير، سي في محترم، سي في محترم جدا، بدايته رائعه، 5 ماتشات بخمس انتصارات من غير استقبال اي هدف، من غير استقبال اي هدف في 5 ماتشات. هتقول لي الماتشات الاولى كانت برضو فرق مش قد كده وفرق مش كبيره وعلى كامل احترامنا وتقديرنا اليوم، طب الماتش الاخير مع مين؟ مع نادي الزمالك، تمام، ايه اللي حصل؟ مفيش ولا هدف دخل مرماك، بل كمان مفيش فرص محققه، يعني يمكن الفرصه او فرصتين، يعني اللي ممكن نقول عليهم فرصتين، الكوره بتاعه زيزو في العارضه، تمام، والكوره بتاعه زيزو اللي علي معلول بمنتهى الروح يعني بصراحه الجرينتا العاليه جدا حط رجله قدام الكوره قبل ما زيزو صوبها في المرمى. بس انا مش فاكر اي فرصه تانية لنادي الزمالك في المباراه. في المقابل الاهلي هو اللي سيطر، الاهلي هو اللي سيطر والاهلي هو اللي عمل مباراه كبيره. وهنا هتكلم على تصريحات فيريرا، بس خلينا نروح لفاصل الاول بعد ما ختمت قصه كولر اللي ان شاء الله باذن الله هيقدم افضل كمان من كده بكتير مع النادي الاهلي من خلال الانسجام والتناغم خلال الفتره الجايه ومن خلال دعم جمهور النادي الاهلي. بعد الفاصل نكمل، استنوا. يعني بصراحه كل اللوم والعتاب على كريم فؤاد، لازم نلومه ولازم نعاتبه في الحقيقه، لان الهدف اللي احرزه كان لازم الكره لما تجيله يقف عليها ويستنى ال11 لعيب او ال10 بخلاف حارس المرمى يرجعوا جوه ال18 وبعد كده يحاول يحرز الهدف. هل انا بقول لك كلام من عندي؟ لا، ده كلام فيريرا المدير الفني الكبير بالمناسبه لنادي الزمالك، المدرب اللي عنده يعني مسيره مميزه جدا مع كره القدم، ما حدش يقدر يقول غير كده، واللي يقول غير كده ما بيفهمش في الكوره، مدرب كبير، لكن تصريحاته كوميديا من وجهه نظري. ما تخرجش ابدا من مدرب كبير بيدرب نادي بحجم وقيمه نادي الزمالك، ابدا ما ينفعش. لما يقول لك بعد الماتش احنا يا جماعه الجون الثاني ده كان المفروض ما يتحسبش لان كنت بدافع باتنين، بيني وبينك قعدت اتفرج على اللقطه والجون، ويا ريت تعدوا لنا الجون لان الجون اصلا حلو جدا، يعني عدوا لنا الجون كده كل شويه لان الجون حلو قوي، تمام. فلما بصيت على الهدف لقيت ان كريم فؤاد كان حواليه اصلا 6 لعيبه مثلا او 7 لعيبه، يعني 6 أو 7 ازرق 6 أو 7 ازرق موجودين في ال 18 بتاعت نادي الزمالك، اهو اهو، بص كله كوم طبعا، والترقيصه بتاعت طاهر دي كوم تاني هنتكلم عليها كمان شويه، لكن عد معايا يا ريت تقف يا عماره معايا في الايه في اللقطه والهدف ونعد كام لعيب ازرق، كام لعيب ازرق، ايوه اقف بقى معايا كده، عد معايا كده، ولو في زاويه تانية يا ريت تبقى شاطر قوي يا عمر، انت كده كده شاطر، بس يعني ايه لو قدرت تجيبها تبقى اقف بقى هنا، ادي 1 2 3 4 مش عارف ما وقفتش ليه يا عمر، بس مش مشكله، تمام، ماشي، هات لي الزاويه التانية. فادي عدد اللاعبين اللي لابسين ازرق من نادي الزمالك، اهو حلو قوي، الله ينور عليك. ادي عندك ايه طاهر حوالي 2، وادي 2 مع مين؟ شريف. وادي 2 مع مين؟ مع كريم فؤاد. هل كريم فؤاد كان من المفترض ان يكون معاه 10 عشان الجون يتحسب؟ بصراحة تصريح غريب، غريب جدا. كمان بخلاف كده طبعا انا مش بلوم على كريم فؤاد طبعا، لا، انا بلوم طبقا لتصريحات فيريرا، لكن كريم فؤاد ده اتولد من جديد، كريم فؤاد صفقة الاهلي ما لحقش يستفاد منها، ابتدى يستفاد منها دلوقتي. كريم فؤاد لعيب كبير جدا ومقنع جدا بالنسبة لنا كجمهور النادي الاهلي، لعيب جوكر بيلعب يمين وشمال وهو دلوقتي كمان بيلعب كوينج، والراجل عارف يوظفه، وهي دي قيمه كولر، هو ده المدرب اللي عنده عين كويسه على اللعيبه، هو ده المدرب اللي يقدر يوظف اللاعبين بشكل يستفاد منهم الفريق. اهو كريم فؤاد للمباراه الثانيه على التوالي، او مش على التوالي، يعني ماتش الاسماعيلي نزل صنع هدف لشادي حسين، ماتش امبارح نزل جاب جول،
بيستخدمه صح هو ده المدرب. لكن بالنسبه لي تصريحات فيريرا لازم نقف عندها. يا ريت ترجع ارجع تاني يا عمار يعني. ايوه ايوه حلوه قوي تاني يلا. ايوه هوب هوب واحده كمان هوب. حي يا ابن اللعيب. لا لعيب لعيب طاهر لعيب كبير. وطاهر النهارده او الموسم ده بصراحه بادي بشكل ممتاز. دي قيمه طاهر وقيمه المدرب برضو. لكن بالعوده كفايه، لكن بالعوده لتصريحات فيريرا. وسواء قبل الماتش او بعد الماتش، قبل الماتش كانت تصريحات مكرره جدا جدا. التصريحات دي بالنسبه لي كانت تنم على القلق الكبير قوي اللي عند نادي الزمالك من الاهلي، لان كل شويه تسمع مسؤول في النادي يقول لك احنا ابطال الدوري والكاس والمباراه دي مباراه شرفيه، او مش عارف قال لك شرفيه او قال لك الاهلي ضيف شرف وضيف الشرف فاز امبارح. وتلاقي المدير الفني فيريرا قال لك احنا ابطال الدوري والكاس ودي مباراه استثنائيه المفروض اصلا تتلعب ما بين بطل الدوري والكاس. تلاقي زيزو مثلا لاعب نادي الزمالك المميز طبعا جدا يقول لك اصل دي احنا ابطال الدوري والكاس. لما تسمع تصريحات هي نسخه طبق الاصل من اكتر من عنصر داخل منظومه نادي الزمالك تعرف ان هم قلقانين. ولما تيجي تبص على التصريحات على الجانب الاخر، تصريحات هادئه واثقه جدا جدا سواء من كولر او من الشناوي قبل ماتش، تعرف ان الاهلي واثق جدا في امكانياته، واثق جدا في امكانياته، واقف على ارض صلبه وعارف هيلعب ازاي ومركز في ازاي يقدر يكسب الماتش وازاي يقدر يتعامل معاه، مش مركز في التصريحات. فاللي يركز هو اللي بيكسب. اللي بيركز في الماتش وفي التفاصيل المهمه بتاعه ال 90 دقيقه هو اللي بيكسب، مش اللي بيركز حوالين المباراه يعني. بعد الماتش تصريحات فيريرا كان بيقول كمان ان الزمالك كان احسن. انا بصراحه برضه مستغرب، ممكن في بعض الفترات في الشوط الثاني الزمالك مسك الكوره، لكن ده طبيعي لان الاهلي مش بيلعب فريق قليل، ده بيلعب فريق كبير زي نادي الزمالك. لكن مش معنى كده ان نادي الزمالك كان افضل من النادي الاهلي في المباراه دي. فبالنسبه لي علامات استفهام كبيره جدا على تصريحات فيريرا. لكن في كل الاحوال بالنسبه لي الاهم ايه؟ الهدف اتحقق، فوز النادي الاهلي بالسوبر المصري، بطوله مهمه في مرحله غايه اهميه. وفي وجهه نظري المباراه دي كانت مهمه للاهلي اكتر من الزمالك، لان بعد الموسم اللي فات ما كانش فيه توفيق في كل البطولات. فان شاء الله بدايه عوده الالقاب وفرحه جماهير الاهلي تكون اكتر بكتير خلال الفتره اللي جايه يعني. عايزين فاصل؟ فاصل ونرجع نكمل، لسه عندنا تفاصيل مهمه. والله العظيم ما بعدد الصفقات ولا بالوان التيشيرتات ولا باي حاجه. الكوره من خلال التركيز في الملعب، ومن خلال انك تبقى مركز ازاي تقدر تكسب وتعرف نقاط القوه والضعف في الفريق المنافس وازاي تقدر تشتغل عليها وازاي تقدر تفرض اسلوب لعبك وشخصيتك في الملعب. هي دي الكوره، هو ده اللي ركز عليه النادي الاهلي. لو فاكرين قبل الماتش الخطاب اللي اتزور وطلع وقال لك الاهلي معترض على ان الزمالك بيلبس ازرق، لا يا جماعه مش النادي الاهلي خالص اللي اتكلم في صغائر زي دي، مش الاهلي خالص. الاهلي فريق كبير ما يهموش بيلعب تيشيرت لونه ايه. طبعا بيحترم اسم نادي الزمالك، دي ما فيهاش هزار ولا نقاش ولا اي كلام ولا حد يقدر يقول عليها حاجه. لكن الزمالك مثلا الاهلي هيخاف منه وهو لابس ازرق ومش هيخاف منه وهو لابس ابيض؟ ده تهريج، ده تهريج ما فيش موجود في الكوره خالص. فهويه الاهلي لون الاحمر ده يدل على هويه الاهلي اللي جمهور الاهلي بيعتز بيها. اي حد تاني ممكن يكون شايف انه مش معتز بالهويه بتاعته بالالوان بتاعته، دي حريه شخصيه. لكن في كل الاحوال الاهلي نازل مش بيركز في لون الفانيلا، الاهلي بيركز ازاي يكسب، الاهلي بيركز ازاي يكسب. الاهلي لاعب انديه عالميه كتير جدا في بطولات العالم، عمره ما اتكلم في تيشيرت لونه ايه ولا شورت لونه ايه. ده النادي الاهلي، دي قيمه النادي الاهلي. فالخطاب اللي اتزور ده نوع من انواع اللعب وعلى الجوانب النفسية قبل المباراة، لكن لا الكلام ده ما يفرقش مع الأهلي خالص، ما يفرقش مع الأهلي خالص. حتة كمان الصفقات، لما تشوف الأهلي صفقاته بشكل نادر، رغم أنا بقول لك أهو الأهلي لسه محتاج يدعم وهيدعم، خلاص اركن بقى دي. لكن أنت المهم لما جبت لعيبة، جبت ثلاثة، اثنين منهم في الاحتياط، عفوا اثنين منهم في ال 11 في أساسي. مصطفى سعد لسه ما دخلش مع الفرقة وهيخش وهيبقى مهم وليه دور بكل تأكيد. لكن الاكيد انك مش بتتعاقد وخلاص عشان تفرح وتجيب صفقات كتير، وانا جبت صفقات وبتاع وكلام من ده، وفي الاخر النتيجه ايه؟ ولا حاجه. الاهم انك ازاي تقدر تدعم المراكز اللي انت محتاج تدعم فيها عشان تسد الثغرات اللي عندك عشان تحقق اهدافك. فدي جزئيه مهمه جدا برضو بيمتاز بيها النادي الاهلي يعني. عايز اتكلم على الحكم، لان بصراحه احنا اهو كسبانين والاهلي كسبان والدنيا زي الفل ومفيش اي مشاكل، بس الحكم كان قليل جدا، الحكم كان ضعيف جدا.
الحكم لا يليق ابدا بانه يدير مباراه زي دي، خبراته قليله، شخصيته ضعيفه جدا في الملعب. تمام، شفنا الانذار طلعه لحمدي فتحي لما لعيبه الزمالك قالوا له طلعوا النبي انذار لحمدي فتحي، احنا رايح مطلع انذار او اتهز يعني من تجمع لعيبه الزمالك عليه. شفنا الكوره وضربه الجزاء اللي خبراء التحكيم بتاعت حمدي فتحي اللي ما اتحسبتش في تدخل محمد عبد الغني وحمدي فتحي في الهواء. خبراء التحكيم هنا في مصر المحللين قال لك لا، ضربه جزاء. شفنا العنف الكبير جدا اللي يعني للاسف نتمنى انه ما يتكررش تاني من عمر جابر مع طاهر محمد طاهر. كوره فيها عنف واضح من غير كوره اصلا، مفيش كوره. بعد ما الكوره طلعت اوت راح الراجل ضربه بركبته في دماغه للاسف الشديد يعني من عمر جابر. فين الحكم في الجزئيه اللي زي دي؟ شفنا احتكاك قوي قوي في او مبالغ فيه وعنف قوي من امام عاشور مع اكرم توفيق في اول الماتش. شفنا تصرف من عواد مع علي معلول ما كانش ليه اي لازمه. فين الحكم بالتحديد في كره طاهر وبالتحديد في ضربه الجزاء بتاعت حمدي فتحي؟ بخلاف كده شخصيه الحكم ضعيفه، وهنا كان لازم يبقى فيه يعني استفسار عند ما فيش لجنه حكام اصلا عندنا، بس انا بتكلم على كلاتنبرج، احنا بنحاول ندعمك ونساندك عشان تطور، لكن قرار زي ده كان من المفترض انك تجيب حاجه افضل من كده بكتير وطاقم تحكيم افضل من كده بكتير. يعني عايز اشيد كل الاشاده بطاهر محمد طاهر اللي مستواه اكثر من رائع من بدايه الموسم بصراحه، وعايز اشيد بمتولي وعبد المنعم الثنائيه المميزه جدا جدا واللي اضافت للنادي الاهلي. ومنعم طبعا ده بالنسبه لي انا بشوفه من احسن المدافعين في افريقيا. متولي عودته بعد الغياب الكبير ده بالمستوى ده حاجه تحسب له وحاجه تفرح الجمهور، لان يعتبر متولي من الصفقات الجديده للنادي الاهلي لانه كان غاب فترات طويله للاصابات والاسباب مختلفه يعني. فان شاء الله اتمنى التوفيق. علي معلول كان ممتاز، بس عايز اعلق على جزئيه اخيره قبل ما اطلع فاصل. روح ياسر ابراهيم وحسين الشحات. ياسر ابراهيم من ساعه ما كولر جه ما لعبش دقيقه، تمام. حسين الشحات امبارح كان بره القايمه خالص، بس شوف روح الاثنين اللعيبه مع الفرقه عامله ازاي، شوف فرحتهم وتفاعلهم مع كل هدف وبعد المباراه والفرحه الكبيره، هي دي الروح اللي محتاجها النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله باذن الله الفرقه هتكون افضل ويكونوا موفقين اكتر واكتر ويفرحوا جمهورهم في كل مكان من خلال الفتره اللي جايه في الموسم. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل لسه ما خلص. يعني استقبال كان اكثر من رائع كمان للفرقه وللبعثه في مقر النادي الاهلي بالجزيره وايضا في محيط استاد مختار التتش بعد وصول الفريق النهارده، وقرار مباشر من كولر اول ما الفرقه توصل مطار القاهره نطلع من بره بره على طول على التتش عشان نأدي مران مهم قوي نستعد من خلاله للتحدي القادم الاهم خلاص، لان اللي حصل ده كان في الماضي، الفوز بتاع امبارح ده كان في الماضي. فرحنا واحنا كجماهير وكاعلاميين للنادي الاهلي وكلام من ده بنفرح النهارده كمان مفيش مشكله، لكن اللعيبه من النهارده ركزوا في ماتش الداخليه وده امر مهم جدا. فبالتالي الاهلي استأنف تدريباته على طول بعد مباراه السوبر. بس قبل ما اتكلم على تدريبات الاهلي في لقطه مهمه جدا، كهربا كان واقف في الممر الشرفي اللي بيستقبل بيه او بيستقبل من خلاله زمايله النهارده، لو يعرف نجيبها مره كمان، ودي حاجه كويسه قوي وروح كويسه جدا من كهربا اللي مؤكد السنه دي هيكون ليه دور مع النادي الاهلي، ده امر مؤكد. اهي اللقطه دي هنجيبها دلوقتي. كهربا اهي حاجه جميله جدا، والفرحه اللي على وشه اكيد ظروف صعبه ممكن يكون بيمر بيها كهربا، لكن روحه مع الفرقه وقلبه وعقله مع الفرقه وان شاء الله باذن الله هيضيف للفرقه وهو في ارضيه الملعب باذن الله واحد احد. فعلاقه مميزه حتى واضحه ما بينه وما بين كولر، فعجبتني قوي اللقطه دي بالتحديد يعني. فخلينا نتكلم على تدريبات النهارده. التدريب ابتدى وكانت استعدادات مهمه لمباراه الداخليه، كان في محاضره من كولر الحديث على بعض الجوانب. طبعا اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دي لقطات حصريه لمران الاهلي اليوم النهارده بعد ما وصلوا من هناك من الامارات، اللي اكيد لازم نكل يعني نشكر كل اشقائنا هناك على التنظيم الاكثر من رائع والمعتاد من دوله الامارات الشقيقه ومجلس ابو ظبي كمان تحديدا، وحاجه كانت اكثر من رائعه يعني.
فالاستعداد ان شاء الله لمباراه يوم الاربعاء، هتكون المباراه الساعه 5 مساء. سافيو بالنسبه لاصابته الراجل ما فيهوش اي حاجه وسليم 100% وجاهز لمباراه يوم الاربعاء، وانخرط النهارده في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا. الدكتور احمد ابو عبله اتكلم على محمد عبد المنعم وهيجري جراحه في الانف ان شاء الله باذن الله خلال الايام المقبله، وان شاء الله يعود سريعا للتدريبات، فبيعمل كل الترتيبات اللازمه لاجراء هذه الجراحه. الف مليون سلامه عليه، واحد من ابرز نجوم النادي الاهلي. بالمناسبه تدريبات النهارده كان جزء منها للاعبين اللي شاركوا في المباراه وعدد دقائق كبيره في مباراه الامس، كانت تدريبات استشفائيه. في المقابل اللاعبين اللي ما شاركوش كان ليهم بعض التدريبات البدنيه القويه وبعض تدريبات الكره، فبالتالي كلها امور غايه في الاهميه واستعدادات مستمره بالنسبه للنادي الأهلي. ده بخصوص التدريبات النهاردة. خليني أروح لتفاعل حضراتكم معنا وسؤال الحلقة ورأيكم في أداء الأهلي امبارح، ومين كمان نجم المباراة من النادي الأهلي في ماتش السوبر بالأمس. فأخد تفاعلاتكم على الصفحات المختلفة لقناة الأهلي على السوشيال ميديا. محمود هيكل قال كلهم رجالة والنجم هو مدربنا كولر اللي قطع شوط كبير جدا في الثقة ما بينه وبين جماهير الأهلي بالتحديد بعد مباراة امبارح. طبعا نجلاء فتحي قالت لك مليار مبروك أداء سوبر وكلهم نجوم، اما فتحي فهو نجم النجوم. حمدي فتحي بصراحه كان اكثر من رائع والسوليه كان ممتاز كمان. داليا الكابيتانو قالت لك اداء اكثر من رائع ونجم اللقاء مستر كولر وكل الفريق. الحقيقه يستحق الاشاده، والشيء السيء في المباراه هو الحكم البرتغالي، اتفق طبعا، ولكن الفوز غطى على كوارث الحكم، ومليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. كمان محمد عبد الوهاب قال مباراه رائعه وجميع اللاعبين يستحقوا الاشاده، شابوه كولر. يعني للاسف الوقت مش ساعفني قوي اخد اكبر كم ممكن من التعليقات، لكن اكيد كل جمهور الاهلي فرحان، مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي هذا الفوز، لكن الاهم القادم باذن الله. التركيز كله منصب على مباراه الداخليه، وان شاء الله باذن الله الاهلي يستمر في هذه الانطلاقه المهمه جدا المميزه والمناسبه جدا لموسم جديد على مختلف الاصعده. ان شاء الله مباراه الداخليه كمان يفرحونا من خلال انتصار مهم ثالث على التوالي في بطوله الدوري. دي كانت حلقتنا الاستثنائيه النهارده من ترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج، فاستنونا. إلى اللقاء.